حكم لبس الكمامة أثناء الإحرام لأداء العمرة وهل يلزم مع ارتدائها فدية؟ لا، وهنا أنوي على أمر، لأن هذه الفتوى تحتاج إلى أن تنشر الآن، انتبه يا عبد الرحمن لها. الناس يسألون عن لبس الكمامة الآن أثناء العمرة، وبعضهم يفتي برأي الحنابلة في أنها بعض الحنابلة المعاصرين أنها تلزم بدم، وأقول لا تلزم الكمامة بدم. وأصل المسألة كالآتي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وقد مات رجل في الحج فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلذا أخذ فريق من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، أن المحرم لا يغطي رأسه. لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وردت زيادة شاذة لم يحررها كثير من المتكلمين في الباب، وهي: لا تخمروا رأسه ووجهه، فزادوا كلمة ووجهه في الخبر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن ثم قالوا لا تخمروا رأسه ووجهه، أن الوجه لا يغطى، فمن غطى الوجه بالكمامة عليه دم، كذا قالوا. لكن هذه زيادة شاذة شاذة، لفظة وجهه لفظة شاذة، وأكثر العلماء على عدم ذكرها في حديث لا تخمر رأسه ووجهه. فهذا الذي أقوله. ومن ثم إذا نام الشخص وغطى بعض وجهه لا دم عليه، لكن غطى الرأس عليه دم، كما قال جمهور العلماء.